العمليات الفدائية التي ينفذها فلسطينيون بين الحين والآخر في الأراضي المحتلة أو الضفة الغربية ضد الصهاينة دائما ما تترك لدى المتابعين فضولا عارما للتعرف على أبطالها، فهم أشخاص يذهبون لتنفيذ عمليات احتمالات نجاتهم منها شبه منعدمة، وبالتالي فنحن نتحدث عن شجاعة وتضحية أسطورية. أحدث هذه العمليات كانت عملية معالية أدوميم شرقي مدينة القدس، نفذها 3 شبان من بيت لحم، قتلوا جندي صهيوني وأصابوا 11 آخرين عند نقطة زعيم العسكرية. الشقيقان محمد وكاظم زواهرة استشهدا. أما الشخص الثالث وهو أحمد الوحش، تمكن جنود الاحتلال من اعتقاله بعد إصابته. لكن من هو الدكتور أحمد عزام الوحش؟ عمره 32 عام، وهو طبيب عظام مقيم في مستشفى جامعة النجاح في الضفة الغربية، متزوج ولديه طفلة تدعى زين، تشاهدونها في هذه الصورة التي أمامكم، وهو يحتفل بعيد ميلادها الأول. أبو زين كان قد بدأ مسيرته التعليمية في اليمن، وتحديدا من كلية الطب بجامعة تعز بين عامي 2010 و2017، أي أنه عاش مع أبناء تعز معاناة الحصار الحوثي لعامين. إذا نحن مشاهدين أمام الطبيب لم ينفصل عن قضيته في ذروة انهماكه في بناء ذاته مهنيا ومعرفيا. وحين أوجعه ما يحدث لأهلي في قطاع غزة من إبادة، قرر التخلي عن كل شيء وذهب لتسديد ضربة للمغتصبين بما تيسر له من وسائل المقاومة. دعونا الآن نعاين الانطباع الذي تركه الوحش لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي. على إكس محمد علق وقال: ما الذي يدفع طبيب في سنته الرابعة أن يدفع من حر ماله وتحويشة عمره لشراء البارودة وينفذ عملية في وقت هو الأصعب من حيث التجديد، غير أنه شخص فاهم قضيته؟ أما همام قراع وعلق أيضا بالقول: بالمناسبة أحمد الوحش طبيب في أكبر مستشفيات القدس ويحصل على راتب يتمناه أكثر من 90% من شباب جيله، لكنه اختار الله على كل هذه الامتيازات. أما تالا فتحكي تجربة شخصية لها، تقول: أحد منفذي العملية الدكتور أحمد الوحش هو طبيب عظام، كانت إلي زيارة لعنده على مستشفى الدكتور أحمد المسلماني بس انكسرت إيدي، طبيب في قمة الروعة. أما أسماء أيضا استذكرت وكتبت هذا التعليق وقالت: لما داومنا عظام حكينا الدكتور أحمد كيف درس طب في اليمن وكيف هو مبسوط أنه بتخصص بنجاح، وكان يشرح لنا أشياء بدون ما نسأله، كان يحب يفيد غيره. طبعا مشاهدينا، قوات الاحتلال لم تكتفي باعتقال الدكتور أحمد بل داهمت منزله هذا، مثلما داهمت منزل زملائه في العملية، وقامت باعتقال والده وشقيقته ضحى متوعدة بهدم المنزل. هنا حديث مؤلم لأمه المفجوعة بعد أن وصلها نبأ خاطئ عن استشهاده قبل أن تعرف أن ولدها لا يزال حيا ولكن في قبضة الصهاينة. والله نصدر إحنا أخبار البلد وعلى الجزيرة كل يوم، ما إحنا بنحضر أخبار. طب خالتي لما إجا الجيش هون شو عمل؟ نعم، لما إجا الجيش هون شو عمل؟ والله كسر وقلب الكنبيات واخذ الاولاد واخذ جوزي واخذ بنتي. ما حكوا لكم شيء؟ ما حكوش، حكوا لنا بدهم يهدوا الدار. نعم، النصر لغزه والحريه لجميع المعتقلين.